السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. النهاردة هقدم لكم زغاطة زغاليل من عمر يوم حتى عمر أسبوع بالطريقة جديدة غير اللي عملتها أول مرة اللي كانت باستخدام الدقيق. النهاردة هنستخدم اللبن ده، اهو الكيس ده ب3 جنيه، هنعمل منه الزغاليل من عمر يوم حتى عمر اسبوع. اهو معانا مثلا الكوباية دي، فلنفرض هنحط ايه، معلقة، اهو تمام، نزود كمان واحدة. الكيس ده ب3 جنيه، مش كتير، هو كمية صغيرة، لكن كان في ناس اعترضت على الدقيق، قال يعني ان هو ممكن يسبب لهم تلبك معوي. انا بستخدمه من زمان بصراحة، يعني ما عملش معايا حاجة الحمد لله. اهو هنضيف عليه شوية مية، تمام، زائد هنحط عليه معلقة من الجروفيت اللي حضراتكم عارفينه، الجروفيت بلس، فيتامين ورافع مناعة عشان يقاوموا الأمراض في الشتاء. تكون كل ما تزغلول أو الحمامة تكون صحتها كويسة تقدر تقاوم المناعة، تقاوم مناعتها وتقاوم الأمراض. نقطة واحدة كده بس، أهو هبقى لكم رابط جروفيت ورابط الزغاطة، زغاطة زغاليل اللبة من عمر يوم. اهو قلب، هو بقى كده يعني زي ما يكون يعني لبن سميك شوية. اهو نسحب. اللي مش عايز يستخدم الدقيق وممكن تضيف عليه برضو بعض الدقيق، هما دول متزغطين، لكن انا هوري لحضرتك هي ايه الطريقة، يعني في حالة ما يكون، يعني احنا ما بنلجأش للطريقة دي الا ما يكون اهاليهم تركوهم لأي سبب، فرد طار مرجعش تاني، الاب والام عندهم اي مرض، لقيت زغلول ضعيف بنساعده للضرورة فقط. يعني حد هيقول لي ملهاش لازمة الزغلول الصغير، ملوش لازمة، يعني احنا بنعملها للضرورة. اهو قرب كده، ربما تحتاج لها، يعني تبقى عارف طريقة سهلة جدا. اهو تمام، شوف على قد ما هو عايز اديله، اهو باستخدام لبن، اللبن هيغذيه جدا ويكبره. هو ده طبعا عمر اكبر، لان ما فيش عندي دلوقتي الاعمار الصغيرة، انا عملته قبل كده من عمر يوم، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت. اهو يبقى كده باستخدام كيس لبن ب3 جنيه زغط زغليل من عمر يوم حتى عمر اسبوع. بعد كده هتبقى تستخدم الزغاطة الاكبر، تمام. نكتفي بهذا القدر. طبعا حضراتكم عارفين الطريقة قبل كده، اللي شاف الفيديوهات على القناة هيبقى عارفها. نكتفي بكده، نتمنى يكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.